نعم حكم من يعطي بعضا من الزكاة وإرسالها لشخص في حسابه البنكي دون أن يعلم المستفيد من هو المعطي؟ هل هذه الطريقة تجزي؟ هل هذه الزكاة صحيحة؟ إذا كان المزكى المعطى لهذا المبلغ من أهل الزكاة يقينا، نعم، فلا بأس، فلا يلزم أن يعلم من أعطاه الزكاة. أما إذا كان فيها نوع مجاملة أو محاباة فهذا لا يجوز، وهذا للأسف أسلوب يضعه بعض الناس للتهرب من الزكاة، كأن يعطي عونية زواج وهو ليس من أهل الزكاة، أو عونية إعانة في فتح محل أو في سكنة جديدة وهو ليس من أهلها، فلا تحسب من الزكاة فلا تبرأ الذمة بذلك. على أني أنبه هنا إلى أصل مهم، أن ولي الأمر الذي له في أعناق الناس البيعة الشرعية لو طلب الزكاة لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه أو إلى نوابه، والله أعلم.